اهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده ولقاء متجدد دائما على قناه الصحه والجمال وبرنامج طبيب على الهواء. النهارده جاي لنا اكثر من كام اس ام اس واسئله كتيره جدا عن تخصص العيون. هيكون معانا النهارده الاستاذ الدكتور حاتم سامي مدرس مساعد طب وجراحه العيون. دعوني ارحب به. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب والساده المشاهدين كلهم بخير وسعاده وعيد سعيد على الجميع. معنا رسالة من سيدة بتقول أنا عمري 17 من فتاة، أنا عمري 17 سنة عايزة أعمل عملية تصحيح نظر لأن زهقت من النظارة، أعمل إيه؟ والله هي فكرة تصحيح النظر بقت حاجة منتشرة أوي، بقت حاجة شائعة أوي بالنسبة للناس. فكل الناس دلوقتي كل الأنسات بيبقوا عايزين يعني يخلصوا من النظارة بأسرع ما يمكن. صحيح. بس الموضوع ده مش سهل، الموضوع ده ليه قواعد، يعني ما ينفعش نتخطاها كده وفي أي عمر وفي أي وقت نعمل عملية ليزك. ده ليه شروط. إيه هي بمعنى شروط؟ أول حاجة السن، هي زي ما حضرتك قلت إن هي سنها 17 سنة. فتاة. لا إحنا عندنا أقل سن، طبعا أقل سن عندنا عشان نقدر نعمل ليزك هو 18 سنة، وديت المعايير العالمية اللي بتقول كده، أقل حاجة 18 سنة. ده أول شرط في العملية. تاني شرط إن يكون النظر بتاعها ثابت. بمعنى إيه ثابت؟ بمعنى إن أنا النهاردة وأنا بحضر المريض بتاعي للعملية باخد مقاسات النظر بتاعه وبقارنها بمقاسات النظارة القديمة اللي معايا بقالها سنة. لو الاثنين متطابقين يبقى معناها النظر بتاعه ما ضعفش في خلال السنه ديت، معناها ان هو لما يعمل عمليه تصحيح ابصار النظر مش هيرجع يضعف تاني بعد العمليه. صحيح. ويمكن دي شك بعض الناس اللي يقول لك احنا عملنا عمليات والنظر رجع يضعف تاني، لا هو ما ضعفش تاني، هو النظر اصلا كان بيضعف في طريقه، انما العمليه نفسها غالبا بعديها النظر ما بيضعفش وبيبقى ثابت. رقم ثلاثة طبعا الفحوصات، ان القرنية بتاعتها تكون قرنية طبيعية وتستحمل الليزك، يعني سمك القرنية طبيعي. والا بنلاقي ناس كتير قوي بتيجي تكشف وتقول عايز اعمل ليزك، نقول لها لا والله ما ينفعش ليزك لان سمك القرنية بتاعك قليل جدا ما يستحملش ليزك. هو طبيعي طبيعي، هو بس 17 سنة ما يكونش السمك، لا ملهاش دعوه بالسن، السمك حاجه والسن حاجه. السن ده شرط ان هو فوق 18. ممكن يبقى واحد عنده 23 سنه اقول له ما ينفعش. طب ليه 18؟ ليه عشان هم لقوا ان ده السن ده، هم في الاول كانوا بيقولوا 21. طبعا دي دراسات عالميه. بنلاقي ايه؟ هم ليه 18؟ عشان خاطر السن ده بدايه ثبات النظر. بدايه ثبات النظر يعني ايه؟ يعني لقوا ان مثلا 99% من الناس عند السن ده نظرهم ثابت، بعدين ما بيضعفش تاني. اقل من كده لا، النظر بيتغير ويضعف. عشان كده حددوا سن 18 كاقل سن مسموح به في العمليه دي. صحيح. تمام. انما سمك القرنيه ده حاجه تانية خالص، دي فحوصات بتتعمل كتحضير للعمليه، بنقول هل القرنيه ديت قابله ان هي نعمل لها عمليه تصحيح ابصار ولا لا. تمام. فطبعا هقول لها انتظري شويه واحتفظي بمقاسات النظاره بتاعتك عشان لما نكمل 18 سنه ساعتها ممكن نبدا نعمل الفحوصات بتاعتنا ونقدر نحدد هنعمل ايه. هو صح يا دكتور، معلش قبل العمليه انتوا ممكن تقولوا للي هيعمل العمليه البس النظاره الاول شويه، شهر مثلا حتى على الاقل لو ما كانش لابس نظاره خالص. ما احنا قلنا لازم يكون النظر ثابت. لا ده مش شهر، ده ما لا يقل عن 6 شهور لسنه على حسب درجه النظر. مش شهر، عشان اطمن النظر ثابت. انت بتثبت النظر عن طريق النظاره؟ لا النظر ما بيثبتش، بس هو غالبا لما الواحد بيحافظ على النظاره ما بيقلش. بس النظاره ما بتثبتش النظر، النظاره بتساعد ان هو ما يقلش اكتر من كده. بس مش شرط اساس ان هي تثبت النظر. والا كان كل واحد جه عمل نظاره عنده 6 سنين يقول لي خلاص المفروض نظري ما يضعفش. لو جت والده طفل تقول لي انا عامله له نظاره وعنده 6 سنين، هو النهارده عنده 10 سنين ليه نظره بيضعف؟ صحيح. من النظاره اللي لابسها طول الوقت المفروض ما يضعفش؟ لا، ما ده مش شرط. النظاره تساعد على الرؤيه، تساعد ان تقلل نسبه الضعف. بس مش شرط انها تثبت النظر. بس هي دي. طب والاطفال يا دكتور، معلش احنا هنطلع بس على نقطه ثانيه في مجالنا برضه اللي هو في الرمد او في العيون، جراحه العيون. ليه الطفل الصغير ممكن تلاقيه دائما يعني بتزداد زي ما يكون مثلا معلش حول؟ ما هو انت كده دخلنا في موضوع تاني اللي هو الحول عند الاطفال. جميل. الحول عند الاطفال هي قضيه بتقلق الاهل كتير قوي. اول ما حد يقول لهم خدوا بالكم ده الولد او البنت الصغيره عينيها بتحول. فيخافوا، لا وازاي وما اعرفش ايه. فنلاقي الموضوع بسيط جدا. الحول عند الاطفال ليه اكتر من سبب.
اشهر سبب والمسؤول عن اكتر من 90% من الحالات دي هو سببها ضعف النظر. ضعف النظر سواء كان طول النظر او قصر النظر. اللي هو العصب السادس ما يقلل عليه العصب السادس؟ لا ده العصب السادس ده لو في مشكله يعمل حول. لا احنا بنتكلم على الاطفال ان سبب النظر سبب الحول هو ضعف النظر. اللي غالبا في نسبه كبيره جدا بيكون طول النظر. فحل الموضوع دوت ان الطفل يلبس نظاره بس، ومع لبس النظاره الحول بيتعدل بيبقى كويس جدا لحد سن معين، لغايه لو طول نظر هيتحسن، ممكن بعد فتره معينه يستغنى عن النظر، لو قصر نظر لا هيفضل لابس النظاره لغايه ما يكمل سن معين اللي هو سن 18 سنه على الاقل زي ما احنا لسه بنتكلم. وساعتها ممكن نعمل له ليزك او نعمل له عمليات تصحيح الابصار بمختلف انواعها. بتنفع يا دكتور؟ تنفع طبعا. على حسب بقى ما احنا قلنا الشروط بتاعتنا. بدايه نبدا نتكلم عن 18. ما هو التحاليل هي اللي بتدل، الفحوصات اللي قبل العمليه هي اللي هتقول لنا اذا كنا هنكمل ازاي. نعم. معانا اسم اس اخر بيقول انا من رجل بيقول انا عندي 52 سنه وعندي السكر من 10 سنوات. وبدات احس ان نظري قل من الاول، اعمل ايه؟ طيب اول حاجه السكر. السكر ليه تقسيم مباشر على العين زي ما ليه تقسيم مباشر على كافه اجزاء الجسم. خلينا نتكلم على الموضوع بتاعنا اللي هو موضوع تاثير السكر على العين. قد ايه يا دكتور؟ كم في الميه؟ ما فيش حاجه اسمها كم في الميه. امال في حاجه اسمها ايه الحاجه اللي اقدر احافظ بيها على عينيا وانا عندي السكر؟ زي استاذنا اللي بيتكلم بيقول انا عندي 52 سنه وعندي السكر من 10 سنين. السكر تاثيره على العين زي ما احنا قلنا بدايه من تاثيره على السكر على الشبكيه، حاجه اسمها اعتلال شبكي سكري، يعمل نزيف في الشبكيه او ارتشاح في مركز الابصار بمختلف انواع الاعتلال الشبكي السكري. النقطة الثانية ان السكر نفسه يعمل مية بيضاء على العين، يبقى ده سبب مباشر لضعف النظر. النقطة الثالثة ان تغيير نسبة السكر في الدم بتأثر على قوة الإبصار نفسها. بمعنى نشرح الموضوع ببساطة شوية. السكر بيأثر على العين بعد قد إيه؟ يعني واحد يجي يقول لي أنا عندي السكر بقالي سنتين، هل ممكن السكر بيأثر على العين؟ هقول له والله السكر بيأثر على العين بطريقة ان هي تزداد، ملهاش لها علاقه بالمده. كل ما السكر بقى عندك بقاله فتره طويله كل ما احتماليه اصابتك بامراض في العين من نتيجه للسكر بتبقى نسبتها اكتر. دي نقطه. طيب النقطه الثانيه تظبيط السكر. يعني لو السكر مش مظبوط بدل ما المرض هيحصل بعد 10 15 سنه، لا ده هيحصل بعد 5 سنين. صحيح. كل ما السكر ما يبقاش مش مظبوط كل ما تاثير السكر على الشبكيه بتاعه العين وعلى حدوث المياه البيضاء يبقى اسرع. تمام. فدلوقتي اللي هقدر اقوله ان الاستاذنا اللي عنده 52 سنه هيعمل ايه؟ هيعمل فحص عند دكتور اخصائي عيون متخصص. يقدر يعمل فحص قاع عين، يطمن على الشبكيه، يطمن فيها مشاكل ولا لا، يطمن في ميه بيضاء ولا لا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي مش ليه هو لوحده، ده لكل الناس اللي عندها سكر. تظبيط السكر. مفيش واحد يقول لي لا ده والله ده انا ماشي كده باخد العلاج بتاعي. لا، تظبيط السكر يعني بعمل تحليل صايم وفاطر وبطمن ان هو مظبوط، وبتابع على طول مع دكتور البطن بتاعي بطمن ان العلاج اللي باخده مظبوط. مش معنى ان الدكتور كتب لي علاج من سنه او اتنين ان انا ماشي عليه وخلاص. لا، احنا كده يبقى ماشيين كده اي حاجه. لا، ناخد علاجنا وكل حاجه بس مع المتابعه مع طبيب البطنه عشان خاطر يقدر يقول لنا هل السكر بتاعنا مظبوط ولا لا. بالنسبه لنا احنا كمتابعتنا مع العيون فحص قاع عين لمريض السكر كل 6 شهور. ده اجباري. نعم. مفيش في كلام. نعم. عشان نحافظ عليه. الحفاظ على العين حتى لو كان واحد صغير او كبير لازم ان هو يظبط نفسه حتى في 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 ما يقال في التحاليل الشهريه او التحليل كل 6 شهور. وده تمام. افضل شيء عشان خاطر الجسم كله. تمام. عايزين ننبه في النقطه دي يا دكتور عشان خاطر ما نقولش بس عشان خاطر النظر بس. لا، احنا بنتكلم على كل حاجه، على كل الجسم. تمام. ماشي. تمام. احنا معانا برضو اس ام اس بيقول انا عندي 50 سنه ينفع اعمل عمليه تصحيح نظر ولا لا؟ جميل قوي. ديت مدام ولا استاذ؟ اكيد رجل. طيب رجل 50 سنه، نتوقع ان الرجل ده بيشتغل. 50 سنه احنا عارفين كلنا ان اللي يبلغ سن هو تفرق الاول؟ تفرق. تفرق. تفرق من الرجل والامراه؟ هقول لك ليه. طب كويس، عايزين ايه الفرق؟ هقول لك ليه الفرق. ماشي. هو احنا كلنا بعد سن ال 40 بنحتاج نظاره اسمها نظاره قرايه. كل الناس بس بدرجات متفاوته. يعني في واحد عند ال 40، في واحد عند 42، في واحد 45، بدرجات متفاوته. في واحد عند 50 درجات متفاوته. بنحتاج نظاره قرايه حتى لو كان نظرنا في البعيد 6/6. طيب جميل. نظاره القراءه ديت بنستخدمها في كل حاجه. بمعنى ايه؟ القرايه، الموبايل، الحاجات البيت اللي هي الستات اللي في البيت او كده بيحتاجوها في الحاجات الصغيره او الكلام ده كله. طيب
لو واحد بيشتغل موظف واعماله كتابيه يبقى معتمد على نظافه القضاء ولا لا؟ اكيد معتمد جدا طبعا. طيب لو مدام ربة منزل هتبقى معتمد عليها ولا مش قوي؟ مش قوي مش قوي. هو ده بقى مش قوي. عرفت اصحى بس احنا ممكن نقول هتعتمد عليها عشان خاطر لو هتخيط حاجه صغيره. جميل جميل. زي ما انت حضرتك لسه اعتمادها قايل اعتمادها قد ايه؟ كل فين وفين لما هتخيط. مش كتير. انما لو واحد موظف لا ده كل يوم شغال بيه. موظف اعمال كتابيه. اعمال كتابيه. احنا مالناش دعوه بالاعمال اليدويه دي قصه ثانيه. انما الاعمال الكتابيه او اي اعمال تعتمد على المسافه القريبه اللي هي 33 سم ده محتاج نظاره قرايه. طيب الاستاذ اللي عنده 50 سنه ده هل ينفع الليزك؟ ينفع الليزك بشرط ان هو يكون مكتمل المواصفات. يعني ايه؟ يعني انا عندي قرنيه كويسه، ما عندوش ميه بيضاء على عينيه، ما فيش مشاكل في الشبكيه، كل الفحوصات كلها كامله كويسه جدا، ينفع له. بس هينفع له نوع معين من الليزك، ده نوع بيصلح البعيد، وممكن نقول له انت بعد العمليه هتحتاج تلبس نظاره قرايه. يعني ايه؟ يعني هو تخلص من نظاره البعد اللي هي نظاره المسافات، وما زال محتاج لنظاره الايه؟ القراءه. تمام؟ طيب في نوع جديد من الليزك بيصلح الاثنين. بس النوع ده لسه مش منتشر قوي في مصر، وما زالت بينفع لناس معينه وناس ثانيه ما ينفعهاش، ديت مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. بس مبدئيا ردوا على سؤاله ان ينفع لك بشرط ان الفحوصات كلها تبقى بالنسبه لك تمام، بس خلي بالك انت هتستغنى عن نظاره المسافات. هو السؤال متعمم يا دكتور. هتنفع له. هو السؤال متعمم عشان خاطر ما نقولش ان احنا لا مش هينفع نتكلم في دي او هينفع نتكلم في دي. هل يجوز؟ ينفع؟ ينفع. بس هيحتاج نظارة قراية بعدها. طيب انت حضرتك قلت في حاجة تانية ممكن؟ في نوع تاني من الليزك ده اسمه سوبر ليزك، ده نوع جديد كويس، بس ليه شروط معينة. يعني لو عندك 100 عيان، لا 50 منهم بس اللي ينفع لهم ان احنا نعمل لهم الليزك ده، نوع الليزك ده. ينفع لهم ليه وما ينفعلهمش ليه؟ لا دي حاجات تكنيكال مش عايزين نشغل الناس بيها، يعني حاجات ليها علاقة بالفحوصات نفسها. مش عايزين نشغل الناس بيها. نقول بس الفحوصات. طب والسيدات تنفع ليه او ما تنفعش ليه؟ السيدات ما احنا قلنا ينفع لها لان اعتمادها على الحاجات القريبه مش كتير قوي. جميل. طبعا هو في بعض الناس حتى هتقول لي طب ما زي ما حضرتك قلت محتاجها في الحاجات صح. هقول لك لا ما بس مش طول الوقت. ممكن تقول لك برضو اما انا بسوق. لا ملهاش دعوه السواقه، ده حاجه مسافات بعيده. السواقه من ضمن الحاجات البعيده، التلفزيون من ضمن الحاجات البعيده. اللي احنا بنتكلم على القراءه مسافه 33 سم هو ده اللي محتاج نظاره قراءه. صحيح. بس صحيح. تمام ماشي يا دكتور. احنا معانا اس ام اس اخر بيقول انا عندي 55 سنه وكشفت والطبيب قال ان انا عندي مياه ميه بيضه وخايفه واحده ست دي على فكره رساله من سيده وخايفه من عمليات الجراحه وفي انواع كتيره ينفع اعملها بدون جراحه. في حاجات كده بدون جراحه دكتور؟ نيجي للمشكله المعضله في مصر، خوف الناس الشديد من موضوع عمليات العيون. هو فكره ان انا عينيا ما جيش ناحيتها وانا بخاف على عينيا وبخاف، وقالوا لي لا ده فلان الفلانيه عملت عمليه ولا ومش حلوه وخلي بالك من عينيك وما تخليش حد يلمس عينيك. صحيح. بص حضرتك لو احنا بنتكلم على عمليات المياه البيضاء في 2016 غير لما نتكلم عنها في سنه 1990. فرق شاسع جدا في الفترة الطويلة دي. بمعنى ايه؟ بمعنى زمان في الفترة زمان في التسعينات او القرن الماضي ما كانش فيه غير عمليات جراحية، يعني كنا بنعمل عمليات المية البيضاء كلها بالجراحة، لازم نعمل جراحة وغرز جراحية، وكانت المريض بيقعد فترة طويلة مغطي عينيه فكان بيبقى متضايق، وكانت نتيجة العملية مش زي دلوقتي. دلوقتي بقت الجراحة ديت اخر اختيار. اخر اختيار بمعنى ايه؟ بمعنى بقى عندنا طرق مختلفة جدا لعلاج لعمليات المية البيضاء. كويس. نبدأ بالنوع الشائع اللي هو بالموجات الصوتية اللي الناس ببساطة بتقول عليها بالليزر. يقول انا هعمل عملية مية بيضاء بالليزر. ده النوع الشائع عند معظم الناس عندنا اللي هو بيتعمل. في نوع تاني اسمه الفيمتو ليزك اللي هو الفيمتو ليزر بمعنى اصح، مش الفيمتو ليزك، الفيمتو ليزر ده اللي هو فعلا بالليزر. ده نوع احدث وده لسه موجود بقاله حوالي 4 أو 5 سنين. ده الفيمتو ليزر برضه بنعمل بيه عمليات المياه البيضاء. انما النوع الشائع اللي معظم الناس بتعمله اللي هو بالليزر اللي هو الناس بتقول عليه ليزر بس هو في الحقيقه موجات صوتيه. تمام. ده ميزته ايه عن الجراحه؟ ميزته ان انا دلوقتي بدل ما كنت بعمل عمليه بفتح فتحه كبيره في العين. ده احنا عايزين نتكلم على الثلاث العمليات الثلاثه. حلو قوي. من الاول لغايه الثالثه. طيب نبدا من الاول خالص من القديم للجديد. ايوه عشان الناس عشان بس نطمن الساده المشاهدين. تمام واضح قوي. بص حضرتك
الجراحه فكره الميه البيضاء، يعني الميه البيضاء يعني عتامه في العدسه بتاعت العين. محدش يقول العدسه اللي هي لونها اسمر اللي انا شايفها، لا ده العدسه دي عباره عن جزء من مكونات العين، حاجه داخل العين. تمام. العتامه دي لما تحصل بتمنع مرور الضوء وبتقلل الاضاءه، وبتقلل مزبوط. الضوء اللي داخل الشبكيه وبتقلل النظر. مظبوط. كويس. عمليات المياه البيضاء ببساطه ان انا هدفي ان انا اشيل العتامه ديت وازرع عدسه ثانيه، عدسه صناعيه. تمام. تؤدي نفس الوظيفه بتاعت العدسه الطبيعيه اللي ربنا خلقها لنا، طبعا مش بنسبه 100% زي ما ربنا خلقها لنا، بس محاوله طبعًا. من العلم ان هو يعوض الموضوع ده. طيب كنا نعمل الكلام ده ازاي؟ كنا نعمل الكلام ده ان نعمل فتحه في القرنيه، كويس، ونقوم فاتحين مطلعين المياه البيضاء او العدسه بتاعت العين، نفتح فتحه في الكبسول بتاع العدسه او الحافظه الاماميه للعدسه، ونطلع الميه البيضاء او العدسه القديمه، كويس، ونزرع مكانها عدسه جديده، وبعد كده نقفل الجرح في القرنيه ده بغرز جراحيه. كويس. جميل. كويس. حوالي اربع غرز جراحيه. تمام. مشكله العمليه دي ايه؟ مشكله العمليه ديت ان دي غرز، معناها ان انا مستني على وقت على ما يلتئم الغرز والجرح يلتئم، وبعد كده ممكن تكون محتاجه فك الغرز او مش محتاجه، ده طبقا لمتابعه المريض. بس كان المريض بيغطي عينيه على الاقل خالص اسبوع. جميل. طيب ده النوع القديم. اللي هو ما زال موجود النهارده. بس في حالات استثنائيه لا تتعدى يعني اقول لك 1% من 10% من حالات المياه البيضاء لازم نحتاجها في حاجات زي كده، في حالات معينه بنحتاج فيها الجراحه. تمام. الفيمتو ليزر، الفيمتو ليزر ده النوع الاحدث. الفيمتو، خلينا نتكلم عن الموجات الصوتيه اللي هي الناس بتقول عليها بالليزر الاول. الموجات الصوتيه استبدلنا الموضوع ده ازاي؟ بقينا بدل ما بنعمل فتحه كبيره في القرنيه، لا ده انا بفتح فتحه صغيره يعني حوالي 2.4 مللي، اللي هو تقريبا لو احنا قلنا ممكن يكون عامل زي سن القلم او حاجه زي كده. صحيح. جميل. صحيح. الفتحه الصغيره ديت بدخل منها اله، الاله ديت بتدوب المياه البيضاء اللي داخل العين وبتشفطها. كويس. بقت عند الحافظه اللي داخل العين بقت موجوده، بقدر ازرع فيها العدسه. العدسه بتبقى نوع من العدسات اسمه عدسات لينه، بحقنها داخل العين من نفس الفتحه الصغيره. كويس. الفتحه الصغيره دي مش محتاجه غرز خالص لانها بتقفل لوحدها بعد فتره. طب العيان بيغطي عينيه؟ باقصاها يوم ما نغطي العين بنغطيها يوم واحد بس لغايه ما المريض يرجع البيت، ده اقصى حاجه. وفي بعض الحالات لما يكون المريض بتاعنا مش خايفين ان هو يكح او مش خايفين ان هو يعمل ضغط على العين او كده، بنقول له بس مجرد ان هو ممكن يلبس نظاره شمسيه او مجرد لغايه ما يوصل بيته وخلاص، مش اكتر من كده. الفيمتو ليزر، الفيمتو ليزر هو تقنيه احدث من الموجات الصوتيه شويه، ان النوع من انواع الفيمتو ليزر ده بيكسر لي العدسه اللي داخل العين، فبيخلي لي العمليه اسهل. في نفس الوقت الفتحات اللي انا بعملها او الجرح الفتحه الصغيره اللي انا بعملها في القرنيه بتبقى بالليزر، فبتبقى ادق وبدي نتائج احسن شويه. نعم. دي نعم. فكرتي. الدكتور حاتم سامي مدرس مساعد طب وجراحه العيون، اشكرك شكرا جزيلا. عفوا. كان نفسي نقعد معاك اكتر من كده ولكن الحلقه انتهت. كل سنه ومشاهدين طيبين، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بصحه وسلامه يا دكتور. مشاهدينا الكرام، في نهايه حلقتنا القصه ما بقتش صعبه، القصه بقت سهله خالص، حتى بقت زي شكه الدبوس. اشكركم حسن مشاهدتكم لينا، والى اللقاء غدا ان شاء الله في الساعه 10 مساء طبيبا على الهواء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.